وي سلام، بربي يتفرجوا التلفزة الوطنية علاش كنت تمنيك، ما عندهم ما يعملوا، أه؟ تمنيك صافية في عوض يتلهاو في ترميم البلاد، واتفرج اتفرج اتفرج فاش يعديوا، اتفرج يعديوا في تاريخ تونس، تو هذه مش منيكة، بجاه ربي يتفرجوا يا ناس، راهو شي ينطخ، راهو شي يخرج للعقل، أكل مدام بحروني ولا حمروني، الله لا تبارك لك، يا قوادة زعبة، يا إكس إر سي ديست يلي تتمنيك على التوانسة. اه عندك يجي 12 ولا 20 اكران في البيرو نتاعك يعطيك عمال في عينيك حاشا من يتصنت على شكون تتمنيكو بجاه ربي على شكون تتمنيكو البروغرام هذا نشوفو فيه كل جمعه تفرجك يوري يعديولك في خمج تونس ومعناها يسون فيير يعديلك في تاريخ تونس وفي تراث تونس والبلاد باش تبرك ام يعديو فيه هما بار بروف راهو شي ينطق راهو شي يخرج العقل تفرجك الخمج وتفرج حتى بيت ربي ما فيهاش ترميم البراكن نتاع المسرح السونتر فيل باش يطيح دار ابن خلدون باش تطيح نهج ابن خلدون باش يطيح قدام دار ابن خلدون حفرة هي بيدها مادة ما فماش في تونس يعملوا لك مادة يصبوا لك دالة وكل شيء معناها شوفوا لا ديفيرونس نتاع المادة نتاع عهد فرنسا والمادة نتاع توا اللي يصنعوا فيهم يعمل لك مادة يحط لك حجرات تصب الخنار الكل يخرج والخمج الكل تخرج يعطيكم عمي في عينيكم وكيفاش باش توقف البلاد كيفاش تلفزة وطنية تحل التلفزة إعادة إعادة مانيك بروغرام دو نيمبورت كوا عندهم بلوس كو 3000 بيرسونيل في عز بنية في تونس في عز منطقة في تونس تشوف كم في الخمج دي بروفيتور الناس تتمنيك على التوانسة لا فيزيك لا بوتي لا بروغرام انجلي لا بروغرام فرونسي لا بروغرام سخط على مخهم لا كرتون فيه صور متحركة في منفوع لولادنا ما فما حتى شيء ويعديلك في النار الكل معناها بور رومبليغ لو بروغرام تاعهم يجيب لك هكا علماء الاسلام وما نعرفش دي بروغرام دو نيمبورت كوا بور رومبليغ لو بروغرام تاعهم كوم كوا نعديو لكم في الاسلام خاطر الاسلام راهو معناها ليني روج بيرسون كي بو لو كريتيكي احنا انا جو كريتيك مانيش نكريتيك في الاسلام الكلنا مسلمين اما ابار الاسلام مش عندكم تعبي في البروغرام نتاعكم اي مراه جايه تحكي لك على صورة شنية وعلى صورة شنية دي ساتليت معبي بالحكاية الذومة بك معناها فما دي شان بتاع اقرأ وشان سعودية خصوصيتهم القرآن وتفسير القرآن وكلام ربي توما على شكون تتمنيكو يا دجالة يا اللي ما تحشموش يا اللي ما تجعروش دو شان عندكم لا واحدة فيها بروغرام فرنسي ولا انجلي ولا كولتور ولا ثقافة ولا معناها دي بار متاع كولتور ولا دي بار متاع تكنولوجيا ولا سخط على مخكم وين ماشيين وين ماشيين يعديلك في الحوم باش تطيح ما نعرفش انا برا يمشي شوف الحوم العربي بتاع الحمامات بتاع مهدية بتاع مستير وين يتعداو التوريست وين يحب التوريست ساعة ساعة يحب يشوف المدينة العربي يحب يمشي لك زناقي ديار العربي يحب يشوف الديار باش تطيح تورتوار ما فماش الخمج القطاطس الجرابة الحنوشات التيروريست السرقة الكريمينال وانت تحل التلفزة إعادة 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 يعديولك توا ما نعرفش انا يعديولك توا في الحومة في الحوم العربي والغريبة فاش يعديولك في الحيوت باش تطيح وفي الخمج وفي القطاطس وفرحين يعطيكم عما في عينيكم على الريسبونسابل والمخرج والكاميرامان والكلكم في بعضكم ها في عوض تصور وقت اللي تترم شوفوا المغرب يعطيكم عمايه شوفوا المغرب المغرب هو ما نعرفش ولات كيسبانيا المغرب وتوما ماكمش هنا الناس كل تتبكى وتتشكى في الموزايك ناس كل تتبكى وتتشكى في شيرات الكل وتوما ماكمش هنا الله يعطيكم عمايه في عينيكم تا بروغرام هذا اللي شكون فيهوش منفوع علماء الاسلام فيهوش المنفوع هاكم كثرتوا في التيروريست كثرتوا للبنات للنكاح كثرتوا للسخط على مخكم ها التوانسة ils ont besoin des programmes de savoir vivre programme نتاع لي دووا دو لوم حقوق الانسان نتاع ما نعرفش انا نتاع تولورونس نتاع ايديكاسيون نتاع سخط على مخكم وانتم تعربوا فيها تخمجوا فيها ما هي معروفه الكلمه عربت خربت لا تبارك لكم واحد باش ينطق باش ينطق يخلص فيكم واحد باش يرى البوبال نتاعكم يا ولاد حرام يا اللي ما تحشموش يا اللي ما تجاروش ما عندهم ما يعملوا يا اما فما مجلس تاسيسي ولا كل البروغرام نتاع صباحك صباح الخير ولا نسمه الصباح عمره ما بدا 7 نتاع الصباح عمره
يرشقوا لك وجوه مكاكة لا سامحونا لحد شيء، مرة سبعة وربع، مرة سبعة ونص، مرة ثمانية غير أربعة، وك الديكور وك الحالة وك الولد اللي يعمل لهم في الديكور عادل ولا اسمه متمعش منهم، وعمل لهم سيركل بمسمار سيركل بمسمار سيركل بمسمار. تونس في 2013 بعد الريفوليسيون استديو كيف نكاكة قزوردي، عامل لهم سيركل بمسمار سيركل بمسمار سيركل بمسمار وما نعرفش، ودي بروغرام دو نيمبورت كوا، واحد تخلى واحد خرج، تضيع وقت تضيع فلوس، ما فما حتى مستوى وحتى منفوع. الله لا تبارك لكم ولا لا تقيم لكم قائمه يا ولاد الحرام. ها بما الشعب بازق عليكم ابار الاخبار، ما عندكم شيء ابار الاخبار، حتى باش يجيبوا لك دي وحده دي بان تاع بوليتيك ما تفهم منها حتى شيء، بالجو دي ليميير والجرافيك والدقعير ونجمه منا وك اللوغو ماشي جاي منا، مره وطنيه مره مباشر مره اعاده ما تفهم شيء. حط له باكو دخان تلقاه هكا اللوغو، حتى كان جاي كوانسي ماهوش كوانسي ولا فينو ولا حتى شيء، لا تفهم ولا سيرك لا عظمه لا تريونج لا لوزونج لا اوفال لا سخط على مخهم. وحده تونيزيا مباشر اعاده، وهو يدور كل سيكون دا يدور كل سيكوندا، يعندولك في النسمه ويعندولك في في لي شين بريفي. الله لا تقيم لكم قائمه، راه واحد مقهور راح راه واحد باش ما نعرفش انا باش واحد واحد باش طلعوا له الدم. اعز بنيه في المنار كيف نذيك مقابله الهيلتون، اعز بنيه في الجمهوريه. تحل التلفزه تلقى بوبال وفصايل وخمج وكسوة ليبيا وسوريا مطروزة وبابيون واحد وكرافات مطروزة والكاس الماء فوق الطاولة للفم وميوزيك اغريسيف وجو دي ليميير والجرافيك هاكا اللوغو من غادي يحط لك اللوغو منا ومن بعد يحط لك مونكالا اللوطة ومن بعد يحط لك الاسم فوق الاذان، يجي الاذان يقصوا تو دانكو لي ميم دوموند لي ميم دوموند قاعدين نعديو فيهم توا عندنا قداش. الله لا تبارك لكم يا ولاد الحرام، والله الا انا مفلتي لكم يا اللي ما تحشموش يا اللي ما تجعروش، ما عندكمش عينين ماكمش توانسة، اعطيكم عمية في عينيكم، خمج سرقة خطفة كريمينال تيروريست سخط على مخكم، وانتم تعملوا في بروجرام نتاع اسمه تفسير القران بس تزيدوا تكثروا لي تيروريست والنكاح وسخط على مخكم. وريونا انتاجكم، وريونا الوحده ليديكاسيون نتاعكم، وريونا بروجرام اون فرونسي اون انجلي كي المغرب وتزاير وليبيا. ليبيا بدات بعدنا فاتتنا، الله لا تبارك لكم، انتم دوليني فوق بعضهم ما تنجموش، دو بوند اللوطه فوق بعضهم ما تنجموش تحطوهم، كان حطيتوا بوند تجي فوق الاذان وتطوا داخلين بعضكم. احد الرياضي اعاده، البروغرام هذا اعاده، اللي تحل اعاده اعاده، يخدموا معناها 3000 بيرسونيل فكر البنيه كيف نذيك يخدموا لك جوست في الاخبار هكا هاو. هاو تو بالزهر جيت نعدي فيها هذا اعاده شفناها البارح الناس كلها تضحك عليه، البروغرام هذا يعديوا لك في الحوم العربي والزنق العربي باش تطيح. هاو تو بالزهر ما نعرفش جاي هذا البيجو ولا شنيا، معناها كانك كان تتفرجوا في البروغرام هذا تشوف ايش يعديو يعديو حتى في الزبله والقطاتس، ويحكيو لك على الحوم العربي وتاريخ تونس. تو هذه تفزه وطنيه تتم تعملوا في سابوتاج للدوله ولا تتمنكوا على التوانسه ولا شنيا تو؟ ها حوم معرض تفرج تفرج تفرجك لو تفرج عديلك في تاريخ تونس الزاويات باش تطيح والمعامل والجوامع باش تطيح والسموع باش تطيح، هما فخورين يعديلك في 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 في, في خنار تونس. الله لا تبارك لكم، لا فما انجينيور عمل قنطره صحيحه، لا فما ما نعرفش انا، لا فما ارشيتكت عمل لك بنيه صحيحه، يعملوا لك بنيه مودرن اللي راها بالبولار وشنيا شنيا، تشوف قدامها تورتوار ما فماش تورتوار وما فماش رونتري ما فماش حتى باركينج واحد وين ما نعرفش انا. المسكين المعاق ما عندوش باساج في تونس، البيتون ما عندوش باساج في تونس، يجيك في راس الزنقه والكل برا عاد ختمت يا بن عروس خنقص صغيره يا بسلامه.